طيب، بمناسبة برضو كلامنا عن لقاء الأهلي والإنتاج النهاردة إن شاء الله، إحنا معانا على الهواء مباشرة لايف فيو كواليس النادي الأهلي في مقر الإقامة قبل مواجهة الإنتاج الحربي مع زميلنا العزيز شريف شعبان. شريف، صباح الفل عليك، واتفضل مستنيينك بقى تعرفنا إيه الأجواء عندك. صباح الخير طبعا زميلي العزيز كريم، صباح الخير نهاوند كابتن مصر والنادي الاهلي الكابتن حشيش وكل جماهير ومتابعي شاشه التميز شاشه قناه النادي الاهلي. يا رب باذن الله التوفيق النهارده يكون مع النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الانتاج الحربي. المباراه باذن الله الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام. يا رب يا رب يا رب النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي ونفوز. كواليس يعني اقامه النادي الاهلي في احد الفنادق في التجمع الخامس، خليني ابدا لك من المران بالامس. يمكن المران كان في الخامسه عصرا، كان سبقه او من قبل المران كان في محاضره فنيه استمرت حوالي 45 دقيقه اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني عن السلبيات او يعني الاخطاء اللي وقع فيها لاعبي النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام فريق الانتاج الحربي، ومحاضره فيديو بقى لتعرف لاعبي النادي الاهلي على نقاط القوه والضعف لفريق الانتاج الحربي، وحذر من خطورة الإنتاج الحربي وقال لهم ما يخدعكوش موقف الإنتاج الحربي في وضع الجدول في المركز الأخير، ولكن هيقاتل بكل قوة للحصول على أي نقاط من المباراة. حذر من خطورة المباراة واتكلم إن لازم الأهلي يحسم اللقاء من بدري علشان خاطر يسهل اللقاء. حضر امبارح المران طبعا الأسطورة الكابتن محمود الخطيبي اللي اتكلم أيضا مع لاعبي النادي الأهلي على نسيان بقى وغلق صفحة الماضي، التركيز في المرحلة المقبلة، مصالحة الجماهير في المرحلة المقبلة، طلبهم بالفوز ببطولة الدوري. يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم مع لاعبي النادي الأهلي. معسكر النادي الأهلي بدأ من امبارح في الفندق، الصبح كان الفطار في 10 صباحا، ويمكن على الفطار كان في مشاهدة مباراة منتخب مصر مع منتخب الأرجنتين للأسف اللي انتهى بهزيمة منتخبنا الأولمبي 0-1. يا رب بإذن الله يكون التوفيق معنا في المباراة القادمة ونفوز على منتخب الأسترالي. يعني الملفت النظر النهارده في فطار لاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي والجهاز بيتابعوا مباراه منتخب مصر، وجهاز النادي الاهلي بقياده طبعا مستر بيتسو موسيماني وباقي جهازه بيتابعوا مباراه منتخب جنوب افريقيا مع المنتخب الفرنسي، وكان في ضرب جزاء واضاحها منتخب جنوب افريقيا، وكان في شد وجذب من الجهاز الفني للنادي الاهلي لطبعا تشجيعه لمنتخب بلاده. ولاعبي النادي الاهلي يمكن اتفرجوا على الشوط الاولاني في مطعم الفندق، ثم خلدوا الى غرفهم عشان يشوفوا الشوط الثاني في غرف اللاعبين. يا رب باذن الله النهارده يكون اليوم موفق للنادي الاهلي. المستر بيتسو موسيماني اعلن بالامس علي لطفي وشوبير وحمزه علاء، ياسر ابراهيم وربيعه وبدر بنون وايمن اشرف ومحمود وحيد ومعلول ومحمد هاني وسعد سمير وديانج والسوليه وقفشه واجاييه كهربا مروان حسين الشحات العائد من الاصابه، ولازم نحيي الجهاز الطبي يتعامل مع ملف حسين الشحات بكل يعني روعه. رجع قبل رجوعه قاله 10 ايام، رجع بعد 4 5 ايام، فشابوه للجهاز الطبي. ومن قبلهم كان قفشه برضو نفس القصه، وطبعا محمد شريف على راس القياده. لو سامعين الصوت يمكن الجهاز الفني من خلفي او من يعني بيشجعوا منتخب جنوب افريقيا، يبدو ان جنوب افريقيا احرز هدف الآن. الفطار كان في 10 صباحا، الغداء هيكون في الساعة 2 ظهرا، والمحاضرة هتكون الساعة 4 عصرا، هيعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض بمباراة الإنتاج الحربي. السناكس هيكون الساعة 4:15، التحرك إلى الملعب هيكون في 5:05، الملعب حوالي 25 دقيقة بالكتير بإذن الله. النهاردة طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف حكم ساحة، مساعد أول مصطفى حسين، مساعد تاني محمود عبد السميع، حكم رابع طارق سامي، حكم فيديو محمد عباس، مساعد حكم فيديو أحمد جمال. يا رب يا رب بإذن الله يكون التوفيق اليوم مع النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الإنتاج الحربي. بيقولوا لي إن الهدف كان التعادل ما بين جنوب أفريقيا وفرنسا، فكده الهدف مش هيلقى قبول خالص مستر بيتسو موسيماني، لأن طبعا عاوز منتخب بلاده يفوز. يا رب باذن الله يكون توفيقكم معاهم النهارده ويفوزوا طبعا تعاطفا مع مستر بيتسو موسيماني. دي كل كواليسنا في فندق اقامه النادي الاهلي. كريم، نهاوند، كابتن حشيش، لو في اي استفسار.
معاكم. هو طبعا دي كواليس وافيه وكافيه، بس في كانوس صغير بس عايز اسالك عليه بعد اذنك يا شريف. كنا بنتكلم مع ضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش اللي منورنا النهارده على المباراه السابقه ما بين النادي الاهلي والبنك الاهلي واللي انتهت بالتعادل زي ما انت عارف. هل هذا التعادل ليه اي انعكاسات سلبيه باي حال من الاحوال على الحالة النفسية، الحالة المزاجية حتى للعيبة؟ هل سمعت أو حضرت يعني اللعيبة هم بيتكلموا على التفصيلة دي؟ وبرضه نهاوند عندها سؤال تاني. هو أنا سؤالي مرتبط بالنقطة اللي أنت ذكرتها فعلا يا كريم، لو تسمح لنا برضو علشان تجاوبنا مرة واحدة. فعلا إحنا كنا بنتابع الفترة اللي فاتت وكان في حديث يعني إن موسيماني غير راضي إلى حد كبير، وتحدث مع الفريق عن الأخطاء اللي كانت ظاهرة في الملعب. فعايزين ناخد منك صورة حية عما يدور والعلاقة الآن ما بين موسيماني واللعيبة، حتى بعد لما يعني دلوقتي التحضير وفق المعسكر. خلينا نعرف الفرق. عايز تكمله برضو للسؤال قبل ما تقول تكمله. عايزك تقول لي الفرق بين المعسكر اللي فات والمعسكر ده. اتفضل يا شريف. طيب ابدا لكم طبعا نهاوند وكريم بسؤالكم. بعد التعادل الاخير مع فريق البنك الاهلي كان الكل في حاله غضب، الجهاز الفني في حاله غضب، اللاعبين ايضا كانوا في حاله غضب. التمرين كان تاني يوم الساعه 10 صباحا. مستر بيتسو موسيماني شاطر قوي في الجزئيه دي، كان بيطبطب على اللعيبه وكان بيتكلم على اللعيبه لازم تخرجوا بسرعه من حاله الـ يعني التعادل بيبقى هزيمه للنادي الاهلي. حاله الهزيمه اللي قبلت يعني كان فيها في مباراه البنك الاهلي، ويمكن اكلم مع اللاعبين نفسيا. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اتكلم مع اللاعبين نفسيا تاني يوم اللي هو كان تمرين الامس، ان هو كان تمرينتين، تمرين اول امبارح وتمرين امبارح. حضر الاسطوره رئيس مجلس الاداره واتكلم مع اللاعبين بنسيان على طول صفحه الماضي والتركيز فيها المباراه المقبله والفوز في المباراه المقبله. ومحاضره الكابتن خطيب او كلام الكابتن خطيب مع لاعبي النادي الاهلي لقى قبول كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. الجهاز الفني بيتعامل نفسيا كويس جدا مع اللاعبين، فهتلاقوا قصة مختلفة خالص. لعيبة النادي الأهلي بلغة الكرة كانوا بيقولوا عاوزين الماتش يجي بسرعة علشان خاطر نقدر نصالح جماهيرنا وما نزعلش حد مننا، ونعرفكم يعني نعرف طبعا جماهير النادي الأهلي إن أبطال أفريقيا تعثروا في مباراة بإذن الله القادم كله هيكون انتصارات. سؤال الكابتن حشيش، معسكر النادي الأهلي يا كابتن حشيش واحد في كل يعني في كل الفنادق أو في كل المباريات، التركيز ثم التركيز ثم التركيز. يعني لو في كلام يبقى كلام عن المباراة فقط لا غير، ما نتكلمش عن أي مباراة بتسبق المباراة اللي يكون النادي الأهلي بيتكلم فيها أو هيلعبهم. فلا، نفس الأجواء هي هي، ولكن اليوم هو بس الإضافة أن طبعا لاعب منتخب مصر وكان لاعب النادي الأهلي بيشاهدوا مباراة منتخب مصر، ويمكن دي بس الجديد أو الإضافة عن المعسكر اللي فات. ولكن بطمنك كابتن حشيش، بطمنك نهواند وكريم، بإذن الله بإذن الله الحالة معنوية مرتفعة جدا، التركيز في كامل درجاته. يا رب باذن الله بس التوفيق يكون موجود معانا، وباذن الله باذن الله هنفوز النهارده على فريق كبير طبعا هو فريق الانتاج الحربي، طبعا تحت قاده فنيه لابن النادي الاهلي الكابتن احمد عبد المنعم كشري. ربنا يوفق ويكرم ان شاء الله. كل الشكر ليك زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.